بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوتي. انتم كتشوفوا الاخوان مازال الاخوان كيجيبوا المساعدات. فالحمد لله حيت الجو شويه كاين الغيام داكشي راه كلشي كيدخل لهنايا. انتم المساعدات مازالين، فكنتمنوا عفاكم اللي بغى يجيب الحويجات، يجيب شويه ديال الملطات، يجيب هذا، لان الحويجات اللي محتاجين الناس دابا هاد الساعه. انتم اخوتي شحال فين كل شيء هنايا في القاعه المغطاه، اللي جاب شي حاجه كتدخل لهنايا وكتقيد. تحياتي لكم، تحية لسكنة مدينة ميدلت على هذا التضامن الكبير وعلى هذا الحب هذا للوطن والمغاربة كاملين. فشكرا شكرا بزاف 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 لخوتنا المغاربة. فالناس ديال وزازات كاين اللي كيقول لك اودي دوك الناس راه ما يستاهلوش ولا ما طاحش عندهم الدور، بالعكس دوك الناس هما اللي غادي يستاهلوا، ودوك الناس محتاجين بزاف ديال الدعم، لانه كنشتو الطريق غير باش توصلهم ومكافصين بزاف، والله مكافصين دوك الناس بزاف، وعندهم شقوق وعندهم كاينين الدواو اللي موقع لهم والو، ولكن محتاجين مساعدات. فالحاجه كاع اللي مشات لدوك الناس فهي غادي تنفعهم، لان البرد اللي جاي. فكنتمناو الناس يجيبوا المالطات ويجيبوا شويه ديال الحويجات، وكاينين بصح دواوير عاوتاني اللي هي مقيوسه بزاف. كاين واحد الدوار تقريبا ما عقلتش على الاسم ديالو، تقريبا مات فيه شي 11 لواحد، غير دوار واحد مات فيه 11 لواحد، ولكن الحمد لله المساعدات راه كاينه من الجميع وكلشي كيبذل المجهودات ديالو. فشكرا لكم اخوتي، تحيه لكم. فكنتمناو حتى من الناس اللي حتى دار شي سبه ولا شي حاجه يحاول انه ما ي... الاخوان مازال الناس، مازال الناس كتواصل، مازال الناس كدير الحوايج. تحيه لهم انتما الولاد الصغار كبار. شكرا شكرا. هانتوما الاخوان، الناس راه كتغدا، كتجيب مواد غذائيه، كتجيب مالطاس، كتجيب الحوايج. فاللي يقدر يجيب شي حاجه الاخوان السلام عليكم الاخوان، تحياتي استاذ، تحياتي شي كلمه استاذ. تمام الامور، اذا تحيه على السماء لهاد الشباب الحاضرين هنا. اذا لازلنا نعيش على ايقاع جمع دائما التبرعات لاخواننا المنكوبين المتضررين جراء الزلزال الذي عرفه المغرب في الاونه الاخيره. الوجهه من ميدلت دائما هي ورزازات باعتبار انتمائنا الى درعة فيلان. يعني استفدنا درسا حقيقه، اعادنا الى الاصول، اعادنا لكي نعرف على ان في الاتحاد قوه، ودائما من ميدلت يدا في يد من اجل غد افضل للمغرب. شكرا صديقي. شكرا استاذي، تحياتي. انتم سمعتوا الاخوان، الحمد لله هذا التضامن ديال هذه المدينه، مدينه ميدلت دائما جبال الاطلس موجوده وكاينه وحاضره. فتحيه لكم اخوتي، ونعاود معكم لايف اخر ان شاء الله. فكل ما كنديروش لايفات لان كانت لاباج عندنا حادثة، والحمد لله دابا فاحنا معكم غادي نواكبكم بكل جديد ان شاء الله مدينة ميدلت. فتحية لكم وتحية لكاع الناس اللي كتجتهد. فشكرا شكرا 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 مدينة ميدلت. لا يصح التعبير الى هذه المدينة، مسكين درويش فقير كاع اللي قد على شي حاجة راه والله اللي التالي 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 مسكين جاب حوايجه. ف
فشكرا شكرا شكرا شكرا, شكرا.